ديال العراق 40 عام وانا في العراق اخويا. هاد البلاصه هادي كيجلس فيها امي وكيجلس فيها با، وهذا تيران ديال الكره. بغينا وليداتنا يجيو يلعبوا هنا، ما غيجيليش انا بنادم من بن سوده ومن بن دباب وما نعرف فين، وقطع عليا الشانطي غتولي امبيرونس ما كدوش من هنا. هادشي هذا راه ماشي معقول، هذا راه ملعب وراه ما باغيينش اسيدي. حنا ساكنين في العراق وما باغيينش، هذه هي الهضره ديال المعقول. جاو ناس برانيين جابوهم ما نعرف منين، كيسميو راسهم شي جمعيه، جاو لهنا ربما تلاقاو مع شي ناس الحومه وتفاهموا معاهم، راه مدورين البلايص ما بيناتهم. هذه هي الهضره اللي كنقول لك انا المعقول اللي كاينه. حياتك هاد الناس جاو كيتشكاو من هاد التسويقه قال غضرهم، والحي عندنا كيعاني بزاف د الحوايج اللي هو الدعاره والمقاهي القمر والشفاره وبزاف د الحوايج. هاد التسويقه كانت غتنفع لنا بزاف د الشباب وغتنقذ لنا بزاف د الاسر، وهاد الناس كيعارضوا. واش هاد الهضره فيها بصح ولا لا الدراري؟ كاينه كاينه الساكنه اللي كاينه هنا، يعني انت معاكم معانا الساكنه اللي كيهضر معاك بعد الاول ماشي ولد الحومه، هذا اللي كيقول لك جمعيه ماشي جمعيه. هادو اللي كيقول لك حنا جمعيه، هادو راه عطاتهم البلديه غير الصباغه يصبغوا بها الطريطوارات الدوابع والدروكري. هادو كيقول لك حنا جمعيه، حنا باغيين السويقه تكون، باغيين نقدوا الشباب. الا كان ما يتنقد فهاد الشباب يتنقد، باغيين نبقاو شويه الحباس يا معلم. راه الناس هنا مساكن مضروره، الا غنديروا الشكايه ونرفعوا الضرر من الحي نديروا شكايه بديور الدعاره، بديور الدعاره اللي عندنا اللي عندنا فيها زيد على 80 دار ديال الدعاره. فاز شي هاد الشارعه هذا دور هكا، دور معايا هاد الشارعه هذا عندنا فيه 8 القهاوي ديال القمر، المقاهي ديال القمر عندنا. الا غنديروا الشكايه نديروها بهاد القهوه. حي العراق، هاد الشيء اللي غنديروا الشكايه بهادو، باش نديروا الشكايه بسويقه غتستافد منها حي، الف البشر غتستافد منها. يعني ساكنين واحد حتى واحد، هادو غير الشباب الضعيف. هذا اخويا احنا شنو غادي نبقى نمشيو غير الحباسات يا معلم؟ راه شوفوا لنا الحومه هذه، شو الشباب مسكين اخويا كي داير اخويا. هاد السيد راه كيهضر على حق، وهاد الجمعيات غير الشفاره راه جرده العموم، ما بغيناش يديروها سويقه. توسخ لنا هاد البلاصه، توسخ لنا هاد المقر. ايوا هادشي اللي كاين اخويا. اسمع مني شحال المده تقريبا انتم يعني فوقاش ما جاوش؟ هادي شي سيمانه هادي اخويا. اسمع مني ساكن هاد الحومه دابا كيسكنش معانا، ماشي ولد الحومه. هادي شي سيمانه. انا خير كمل. عطينا اخويا باش نعرفوا سيمانه هادي اخي. عطينا اللي غينوب علينا شي واحد بعد شي سيمانه هادي باش ما بغيناش. ما بغيناش السويقه. هادشي اللي كاين اخي. اسمع حنا حي ساكنه العراق بغينا نديروا سويقه، راه الشباب عندنا غير ضايع، حتى واحد ما خدام حتى شي حاجه، الدراهم واقفه عندنا هنايا، شابعين غير القهاوي ديال القمر، وشابعين غير الحشيش، وشابعين غير شراب ودواء وفاني والسرقه هنايا. ما غاديش تضر السويقه كاع، بالعكس غادي تفيد وتنعش الساكنه هنايا، والفلوس غادي تدخل والناس غادي تلقى ما تاكل. راه هنا الناس هما لاقيه ما تاكل عباد الله، غير باش تكونوا ضد هذه المساله هذه، لان الا دارت السويقه هنايا غادي تنوض الفوضى. راه شحال من واحد هنايا غير بالنسبه للحاله الاقتصاديه ديال هذه الجهه هذه، راه كاين اكثر من 1000 بيطالي هنايا، لان لا جاو اجي وحده اخرى من بنسوده واجي وحده غينوض الفوضى، غتقدر تنوض الفوضى وجمتي. وبزاف ديال هادشي هذا راه ما تشاوروش لا مع ساكنه، ما تشاوروا مع ناس، جاو لهنايا شرطوا وداروا البلايص وداروا النماري وجاو قال لك راه ما يمكنش هادشي، راه ما يمكنش. ضد السويقه اخاي هنايا، يا اما السويقه تقسم على ناس الحومه كاملين، فهمتيني اخويا، يا اما ما كاين سويقه لا والو. هما الصفار وكيبيع الحشيش، فهمتيني، هما اللي باغيين يشدوا هادشي. الحومه كيبيع الحشيش. لا خويا مشى ديبلوماتنا بشواهدنا بكلشي ديالنا، ما خدامي ما رداني هادشي اللي كاين اخويا. ما كاينش هنايا كاع، ما غنديروش حنا هاد، ما قابلينهاش. وليداتنا تيلعبوا هنا، حنا تنجلسوا في هاد الجرده هنايا، العائلات كنلعبوا في التيران اخويا. هادو اللي باغيين يجلسوا هنا، هادو النصابه اصلا كيبيعوا الحشيش وتيديروا النصب والاحتيال، واصلا باغيين هاد القطعه هادي باش غايب يديروا فيها الكوميرس، باغيين يبيعوها لوحدين وخرين. يعني شادينها غير فلوس دايرين بيناتهم. حنا هذه هي البلاصه الوحيده اللي عندنا كنعترفوا بها في العراق، تعطينا المنظر فين قلت واش الدار كتسوى 50 مليون نرجعوا نبيعوها ب 10 المليون. هاترجع السويقه وفيها شكون؟ غير الشفاره والشماكريه. ما يمكنش يجي يحط لك نهار الثلاث البارح شرط لا غد اللي يجي يحط، باش من صيفه وباش من وثائق.
ما كجاوب وحدهم يشرطوا ما معاهم لا السلطه لا حتى حاجه. القانون ديالهم بوحدهم تيديروش قانونهم بوحدهم ما عرفناش هاد الشيء اخويا. هاد الشانطي غنقطعوه هاد الشانطي غيتقطع غنجلسو حنا في وسط الشانطي طريق ما تدوش غطيح الروح على هاد السويقه هادي. ما غاديش يجلس شي واحد يبيع هنايا. هادي هي الشرطه الوحيده اللي حنا باغينها كنجلسو فيها وليداتنا وعائلات. الدوله هادي راه دوله وقاده براسها تمشي تدبر على دوك الناس فين يمشيو يبيعوا ويشريوا ما يجيوش لهنايا يزحمونا في هذا المتنفس الوحيد اللي عندنا. وشكرا. السلام عليكم. بعدا كنشوف تخيل معايا. صبر لا هذاك الشيء ما خصوش يدوز. سمعتيني اخي تخيل المتنفس الوحيد اللي كاين فضاء الاخضر الوحيد الناس ما عندهوش فين غادي يمشيو الا درتي لهم انا سويقه شنو غادي يخرجوا الشانطي. اذا هاد الامور هادي هو اذا مشات وقعت هنا شي حاجه وقعت شي روينه كبيره اذا المسؤولين اللي تيتحملوا المسؤوليه.